بيت قابل للتفكيك ممكن، لكن ملعب قابل للتفكيك مستحيل. متعودين قطر تبهرنا بكل بطولة تستضيفها، لكن هالمرة غير. سامعين باستاذ 974، أول ملعب قابل للتفكيك بالعالم، واحد من الملاعب الثمانية اللي راح تستضيف مباريات كأس العالم قطر. لكن شنو هذا الملعب وليش سموه هيك؟ قطر بنت ملعب راس أبو عبود بالكامل من حاويات الشحن البحري، بحيث من اسمه تم استخدام 974 حاوية في بنائه. لكن ليش الحاويات؟ استخدم المهندسين الحاويات لتقليل الوقت واستغلال الموارد وإعادة تدويرها بشكل صحيح للحفاظ على البيئة. ويرمز الملعب على انفتاح قطر الدولي بالتجارة مع العالم، القرب موقعه من ميناء الدوحة التاريخي. يتسع الملعب لأربعين ألف متفرج وراح يستضيف 7 مباريات، لكن كلنا نعرف أجواء قطر حارة والملعب متكون من الحديد. شلون راح تتحمل الناس كل هاي الحرارة، وخصوصا أنه الملعب بدون تبريد مركزي على عكس الملاعب المكيفة الأخرى؟ ببساطة تم اختيار التصميم ومنطقة بناء الملعب بحيث شكل علامة فارقة بعالم التصميم وبناء الملاعب. أولا لكون الملعب لا يحتاج للتبريد، وثانيا موقعه على الخليج العربي يحسسك كأنك جالس على الشاطئ بالهواء الطلق. أخيرا صمم الملعب حتى يتم تفكيكه وتفليشه بعد المونديال، وراح يتم التبرع بكل منشآت الملعب للدول اللي تفتقر للبنى التحتية الرياضية. وأول مباراة راح يستضيفها راح تكون بين المكسيك وبولندا، وبالنهاية منو تتمنى ياخذ كأس العالم؟